شو سلسة كود والتعليق والمشاكل والشاشة السوداء؟ هذا المقطع كتير مهم، ان شاء الله بدنا نشرح كل شيء عن كود والمشاكل. خليكم معي لتحضر المقطع للآخر. يعطيكم العافية، معكم أونست من قناة أونست أرت. إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. مثل ما عم نعرف كود فيها كتير أعطال وكتير مشاكل، وفيها الشاشة السوداء. نزلت أول فيديو على الشاشة السوداء، إنه تحذفها وترجع تحملها. في البعض مش الحال وفي البعض ما مش الحال. طيب، على الإكس بوكس قلنا بدنا نشرج كرت الجولد، وعلى البي سي ما في مشاكل. على البلاي ستيشن 4 أكتر شيء، الفايف فيه. فيك تعمل حساب سنوي تاني كمان، هذا المقطع كمان شارع عنه، بس ما عم تزبطوا بعد، في ايرور يعني اعطال والشركه ما عم بترد. حكيت كذا مره وبعتنا ايميل مع الشركه وحكيناها، قال انه حين انتهاء الكريسماس حيعملوا تحديث، ونحن بعدنا ناطرين التحديث. ما في تحديث. طيب شو هو الحل يا اونست؟ الحل بسيط جدا، هو بدك يا تنتظر لحين موعد الابديت، يا تشتري فانغارد، يا اما بدك تحذف اللعبة وتحمل من غير حساب. تجرب تحمل من غير حساب، وإذا برضو نفس المشكلة اعمل حسابك ثانوي، وكمان رجع حمل الحزم وجرب إذا بتمشي معك كود. على البلاي ستيشن 5 إذا غيرت حسابك وعملت ثانوي حتمشي، على البلاي ستيشن 4 بالصعب كتير لحتى تمشي. فما عندكم إلا هيدا الحال، يا أما تنتظروا. الشركة هي عم بتطور أكتر شيء فانغارد، هي عارفة إنه في أعطال، وأصلا مش نحن بس اللي عم نشتكي، كمان الأجانب عم يشتكوا، بس عم بتأجل الموضوع. أكيد هلا هي بمصلحتها تزبط الفانغارد لحتى العالم تشتري فانغارد، فيا اشتري فانغارد يا انتظر. دايما أنا في جملة بقولها إنه أنا برد على جميع التعليقات، صح، أنا برد على جميع التعليقات السلبية والإيجابية، ضمن الخانة تكون منيحة أكيد، وبحل جميع المشاكل. كل واحد في عنده مشكلة، في كنا قبل في مشكلة القفل والحزم كلهم هولي حليناهم، وعندي مقاطع كلهم اللي عم تشتغل معه اللعبة. في مقطع بهمه كتير عن الايم، كيف يتحسن الجرافيكس والصوت كمان حاطه. اللي ما عم تشتغل معه اللعبة للأسف يعني هيدي الشركة، بدنا ننطر. اصلا اللعبة فانغارد فيها كتير مشاكل، يعني الشخصية في على الطير على السيزن 100 بتفتح شخصية عم تقلش، حتى انا لما العب وارزون بتبين بس الجمجمة تاعيته، الشخصية مقلشة مختفية، يعني هيدا الشيء غلط. وفي اسلحة كمان عم بتقلش، يعني بس هلا الاكتيفيجن بس عم يهتموا بيزبطوا الاسلحة الريكويل ويزبطوا هالشخصية، وما تعمل كراش الجيم على البي اس 5 وحتى على البي سي والاكس بوكس. يعني نهاية المقطع ان شاء الله تكون يعني قدرنا وصلنا لكم الفكرة، ما في حل الا تنتظر، او مثل ما قلت لكم بداية المقطع تعملوا حساب تاني وتجربوا وتمحوا وتحذفوا. اللي قادر وانترنت تعيته سريعة وقوية يعملها، اللي ما قادر يا يشتري فانغارد ويريح راسه، يا اما ينتظر ايمتى؟ بهالجمعة بهالعشرة ايام ان شاء الله يكون التحديث، حيحدثوا بس ايمتى ما بعرف. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالمقطع. بتمنى منكم الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل الجرس لحتى كل فيديوهاتي، وإذا في أي حل لأي لعبة معينة كمان يعني تشوفوها بالنوتيفيكيشن أو الإشعارات باللغة العربية. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بشوفكم مقطع جديد.